الإعلان عن سعر جديد للدولار يعادل ضعفي الرسمي، لنتابع. في خطوة قد تساهم في رفع الأسعار لأرقام كبيرة في السوق المحلي بحسب خبراء اقتصاد، أعلنت الحكومة السورية رفع سعر مبيع الدولار للتجار عند 3375 ليرة سورية. القرار الذي أصدرته غرفة التجارة أبقى على سعر الصرف الرسمي حسب نشرة المصرف المركزي اليومية عند 1256 ليرة سورية للدولار الأمريكي الواحد. غرفة تجارة دمشق أوضحت أن السعر الذي بدأت شركات الصرافة باعتماده ستكون الأولوية فيه لتغطية المستوردات الغذائية والدوائية على حد وصفها. القرار رسم إشارة استفهام كبيرة حول الآثار المترتبة على السعر الجديد من ناحية ارتفاع الأسعار على المواطن، لا سيما أن معظم الاستهلاك حاليا يتركز في المواد الغذائية وهي التي ستعطى الأولوية بحسب القرار. السعر الجديد للدولار أصدرته غرفة التجارة وليس البنك المركزي، ما طرح أسئلة عن السعر الحقيقي للدولار مع اعتماد غرفة التجارة سعرا يعد تقريبا ضعفي السعر الذي يعتمده البنك المركزي، بالإضافة إلى أسئلة أخرى من قبيل إلى ما استندت غرف التجارة لتحديد السعر الجديد، وهل سيخلق هذا السعر الداعم للتصدير منافسة في الأسواق. وكانت الليرة السورية قد تراجعت في الآونة الأخيرة لمستويات قياسية وصلت إلى حدود 5000 ليرة مقابل الدولار الأمريكي الواحد. ومن دمشق أرحب بالدكتور مهيب صالحة، كاتب وأكاديمي. مساء الخير دكتور مهيب، وأهلا بك في برنامج حديث اليوم وعلى شاشة اليوم. يعني دكتور مهيب، إعلان غرفة تجارة دمشق عن سعر جديد للدولار يعادل ضعفي الرسمي، بداية ما دلالات ذلك؟ مساء الخير بداية لك ولمشاهدي قناة اليوم ولكافة العاملين فيها. أختي الكريمة، السؤال الأبرز هو ما وظيفة غرفة التجارة سواء على مستوى البلد أو سواء غرفة التجارة لمدينة معينة، غرفة التجارة دمشق العاصمة؟ نعم، كنت أريد أسألك هذا السؤال، يعني أنه أعلنت غرفة التجارة هي التي أعلنت بدل البنك المركزي، ولكن بداية يعني قبل ما بعرف بتحب تجاوب عن هذا السؤال ولا تجاوب عن سؤال ما دلالات اليوم طرح هذا السعر الجديد؟ دعينا نقارب الموضوع من ناحية منطقية. إذن في البداية، ما دخل وما وظيفة غرفة التجارة؟ هل هي مسؤولة عن رسم السياسة النقدية وسعر صرف الليرة السورية؟ بالتأكيد ليست هي المسؤولة، لا من ناحية القانونية ولا من ناحية علم الاقتصاد. في علم الاقتصاد ومن ناحية القانونية والتشريعية، المسؤول عن رسم السياسة النقدية وتحديد سعر صرف العملة الوطنية هو البنك المركزي، لأن البنك المركزي هو السلطة النقدية التي من خلالها يقرر أدوات هذه السياسة وأيضا يقرر سعر صرف العملة الوطنية. هذا بداية. من ثم نجيب عن السؤال الآخر وهو ما دلالات هذا القرار. بالتأكيد ربما يكون هذا القرار هو سعر تصديري لمساعدة المصدرين أو دعم المصدرين، إذ يتم استبدال كل دولار تصديري يأتي به المصدر من الخارج يستبدله ب 3475 ليرة سورية. أما إذا كان لدعم لتمويل المستوردات بهذا القطع، إذا البنك المركزي سوف يؤمن حاجة المستوردين من القطع الأجنبي لتغطية مستورداتهم من السلع الأساسية الغذائية كما ورد في تقريركم، وبالتالي البنك المركزي هنا وغرفة التجارة وهما يمثلان الحكومة السورية، إذا اعتمدا سعر صرف يناسب الأسعار الجنونية التي ارتفعت إليها أسعار السلع والخدمات في عموم سوريا، وبالتالي هو اعتراف مباشر بهذه الأسعار واعتراف مباشر بتدهور سعر صرف الليرة السورية. إذا كانت الحكومة ممثلة ببنكها المركزي توافق على سعر الصرف هذا الجديد، فهو يأتي في سياق سياسة تعدد أسعار الصرف التي تحدثنا حولها عدة مرات على شاشاتكم الكريمة وعلى شاشات أخرى وفي مواقع أخرى، إذ أن الحكومة ممثلة ببنكها المركزي اعتمدت سياسة تعدد أسعار الصرف ما بين السعر الرسمي 438 ليرة سورية والسعر الترجيحي 1256 ليرة سورية وسعر البدلات 2525 ليرة سورية، والآن
هذا السعر سعر غرفة التجارة نسميه سعر غرفة التجارة، وأيضا السعر السوق سعر الموازي، وبالتالي هناك فروقات كبيرة بين هذه الأسعار. من يشفط هذه الفروقات؟ من يأخذ هذه الفروقات؟ لنفترض أن المضاربات تقوم بسحب 20% من هذه الفروقات، فإن 80% الباقية باعتقادي تذهب إلى خزائن البنك المركزي. طيب يعني معناته هذه سياسة مقصودة. يعني عفوا على المقاطعة دكتور مهيب، يعني تم هذا الإعلان بموافقة البنك المركزي، لماذا لم يعلن عنه البنك المركزي؟ يعني أشرت بأنه المفروض أنه يكون البنك المركزي أعلن عن هذا السعر الجديد، ولكن من أعلنت غرفة التجارة اليوم، لماذا لم يعلن البنك المركزي عن ذلك؟ هذا أول سؤال. ثاني سؤال، هل هو اعتراف حقيقي بالسعر، سعر الصرف، السعر الحقيقي للدولار؟ يا سيدتي، في سوريا الاقتصاد أو الحديث في الاقتصاد هو ضرب من التنجيم، ضرب من التبصير. للأسف الشديد لا توجد قواعد بيانات، لا توجد شفافية، لا توجد أرقام حقيقية عن كل المؤشرات الاقتصادية، وبالتالي تبادل الأدوار سواء من البنك المركزي إلى غرفة التجارة أو من غرفة التجارة للبنك المركزي أو البنك المركزي لوزارة المالية ووزارة المالية لوزارة التموين وحماية المستهلك وغيرها. كل هذه الانتقالات في القرار السياسي الاقتصادي باعتقادي مسؤول عنها هو النظام ككل، النظام الاقتصادي والسياسي الموجود في سوريا منذ عقود. لذلك ليس غريبا أن تعلن غرفة تجارة دمشق عن سعر صرف جديد لليرة السورية مقابل الدولار والعملات الأجنبية الأخرى. هذا من جهة. من جهة أخرى أعتقد أن الاقتصاد السوري هو كقلعة حصينة، لا يمكن لأحد أن يتصرف بهذه القلعة أو يدخلها من دون موافقة أمنية، وبالتالي أعتقد أن القرار من قبل غرفة التجارة هو بموافقة الحكومة وبموافقة أيضا البنك المركزي. لذلك مسألة من يعلن هذا القرار هي مسألة ثانوية ليست بذات أهمية، طالما الغرض من تحديد سعر الصرف هذا والقبول بارتفاع المستوى العام للأسعار في سوريا لجميع السلع والخدمات من جهة، وأيضا بقبول تدهور سعر صرف الليرة السورية إلى معدلات غير مسبوقة، 3475 ليرة سورية، هذا سعر أيضا سعر يعني غير مسبوق، هو اعتراف رسمي من قبل الدولة من قبل الحكومة ومن قبل بنكها المركزي بأن سعر صرف الليرة السورية قد تدهور إلى هذا الحد. لذلك سوف ينعكس سعر الصرف هذا أيضا على المستوى العام للأسعار، وبالتالي ربما نشهد ارتفاعات جديدة في أسعار السلع والخدمات. نعم في يعني سوريا بالإضافة إلى أن أسعار تكاليف إدخال هذه السلع سواء عمليات التمويل بسبب العقوبات الاقتصادية وخاصة قانون سيزار، التأمين، الشحن، تكاليف النقل، كل هذه التكاليف سوف تضاف إلى سعر الصرف لهذه المستوردات، وبالتالي سوف نشهد ارتفاع كبير أيضا في أسعار السلع والخدمات خاصة المستوردة من الخارج. لذلك اعتراف الحكومة بهذا السعر هو اعتراف بالحال التي وصلت إليها السوق السورية، وبالتالي المستوى المعيشي السيء الذي بلغه المواطن السوري. نعم، يعني سيتضرر المواطن السوري اليوم من هذا السعر الجديد، ستتأثر أسعار الاستهلاك بحسب ما تفضلت به. بالتأكيد، طالما الحكومة اعترفت بهذا السعر إذن التجار سوف يعتبرونه هو الحد الأدنى لتقييم مستورداتهم، لتقييم سلعهم، لتقييم منتجاتهم، وبالتالي هذا الحد الأدنى كما ذكرت ستضاف إليه التكاليف الإضافية المرتفعة، وبالتالي سوف يؤثر ذلك على تحديد الأسعار من جديد وارتفاع جنوني أيضا في أسعار السلع والخدمات في عموم الأسواق السورية. طيب برأيك يعني كيف اعتمدت الحكومة اليوم على هذه الدراسة وهذا السعر الجديد؟ يا سيدتي، كما ذكرت الكلام في الاقتصاد السوري هو نوع من التنجيم، نوع من التبصير، لا أعرف، لكن هناك هدف، يعني هناك مقصد. نعم، لماذا قررت 3475 ليرة سورية؟ لماذا لم تكن 3400 ليرة سورية أو 3500 ليرة سورية أو 2500 ليرة سورية؟ لا أحد يستطيع أن يجيب عن هذا التساؤل، لكن كما ذكرت لك هو يأتي في سياق سياسة تعدد أسعار الصرف. هذه السياسة اعتمدت في السابق في ثمانينيات القرن الماضي عندما تعرضت سوريا لأزمة اقتصادية خانقة، أيضا اعتمد البنك المركزي والحكومة سياسة تعدد أسعار الصرف بين السعر الرسمي 395 ليرة قرش سوري و11 وربع ليرة سورية، وأيضا السعر السياحي والسعر الموازي وسعر المستوردات وسعر الصادرات ومن ثم سعر السوق.
هذا التعدد أسعار الصرف هو الذي من خلاله تستطيع الحكومة والبنك المركزي شفط الفروقات بين هذه الأسعار وبالتالي تمويل احتياطيها من العملات الأجنبية، وهذا ما حصل في ثمانينيات القرن الماضي وباعتقادي يحصل الآن، وقد ذكرت ذلك في عدة مرات، ومنذ سنة ونصف قلت أن هذه السياسة هي سياسة ممنهجة، هي سياسة مخططة، هي عن سابق إصرار وترصد، وبالتالي لا أحد يوعز تدهور سعر الصرف إلى المضاربات أو إلى التجار أو إلى سوق الصرافة أو غير ذلك. بالتأكيد كما ذكرت الاقتصاد السوري قلعة حصينة لا يستطيع أحد أن يدخلها من دون حراسها، من دون موافقة حراسها، والبنك المركزي بالنسبة للسياسة النقدية هو أحد حراس هذه القلعة الاقتصادية الحصينة، لا يستطيع أحد أن يتدخل في سياساته أو أن يضارب على سياساته إلا بحدود ضيقة جدا كما ذكرت، ربما تكون نسبة المضاربات هي 20% من هذه الفروقات تذهب إلى المضاربات، إلى المتمولين، إلى المتنفذين في السوق، إلى التجار الكبار، وما عدا ذلك 80% المتبقية تذهب إلى خزائن البنك المركزي. نعم، طيب دكتور مهيب، من التساؤلات المطروحة أيضا، يعني هل هناك أو هل تم تأمين قطع لهذا السعر، موارد قطع لهذا السعر برأيك؟ لا أدري، كما ذكرت مرة أخرى لا أحد يعلم، هناك من يقول بأن طائرتي الإمارات التي حطت في مطار دمشق الدولي على أساس أنها تحمل مساعدات غذائية ومساعدات طبية، ربما إحداها أو بعض أو في جزء منها تحمل مساعدات بالعملات الأجنبية من دولة الإمارات، ربما يقال يشاع ذلك، أنا قرأت كما قرأ السوريون حول ذلك الموضوع، مع ذلك مع أنني أشك في صحة مثل هذه المعلومات، لأن الإمارات أيضا الآن تعاني من مشاكل مالية، فهي في حرب في اليمن، في حرب كانت في ليبيا ومتدخلة في ليبيا، وبالتالي لا تستطيع الإمارات أن تقدم تمويلات بحجم كبير تستطيع من خلال البنك المركزي والحكومة السورية التأثير على سعر الصرف الليرة السورية. كما ذكرت لك هذا السعر هو سعر إداري، سعر محدد من قبل غرفة التجارة، التجار في غرفة التجارة قالوا للحكومة هذا السعر يناسبنا لتمويل المستوردات ولدعم الصادرات، وبالتالي الحكومة رضخت لقرار غرفة التجارة. إذا الحكومة هي شريك أساسي واستراتيجي منذ عقود من الزمن، وليس الآن مع غرف التجارة، وغرفة التجارة هي شريك استراتيجي للحكومة أيضا تنفذ سياساتها الاقتصادية، وبالتالي هذه الشراكة الاستراتيجية بين هذين الطرفين، السوق من جهة والحكومة من جهة أخرى، هي على حساب المواطن السوري والمستهلك السوري الذي يتضرر أولا وأخيرا من الارتفاع الجنوني لمستوى العام الأسعار وتدهور سعر صرف الليرة السورية. نعم، وضحت الفكرة، أشكرك جزيل الشكر على كل هذه الإيضاحات والمعلومات، كنت معنا مباشرة من دمشق الدكتور مهيب صالحة كاتب وأكاديمي، وبالتأكيد لن أنسى شكركم مشاهدينا الكرام على طيب وكرم المتابعة، تحياتي لكم وإلى اللقاء.